بعده عن الشبابيك بسرعه. يلا برا في اطلاق نار، خليكم جوا. قولولي مين بيعرف غيرنا لو نحن هون؟ خلينا نخبر اسكندر يجي وينقذنا. ما هو اللي باعنا اسكندر؟ عماد انتوا وين؟ تعالوا بسرعة، في كبسة. مين كبس علينا؟ مين راح يكون؟ اكيد مراد. هذا مو جاي يقتلنا، هذا جاي يقتل جواد. ولك بدك يعني موت انا وانتوا تعيشوا يا سفلة. مجنون. انت عم تاخذ الناس اللي غلط. شو رايك اعمل شيء تاني غلط واوصك هلا؟ اقتلني اقتلني، انا مو خايف منك. عبد الحي سيدي طلعوا من المحل ونحن عم نراقبهم. مين ضل عايش؟ حسب انا ما فهمت يلي ضل الاستاذ والقائد. اياكم تكشفوا حالكم وانتوا عم تراقبوهم، وقبل ما اوصل انا ما بدي ولا تدخل ابدا. تؤمر سيدي. ولك انت شو عم تهلوس يا بنت؟ الظاهر انت ما حدا علمك كيف تحكي مع العالم ابدا. لا ما علموني، تفضل علمني. يلا طب اغراضك راح اخدك. لك انت مجنون، شو عم تحكي؟ ان شاء الله فكرك انه انا كتير طاير عقلي وعم بحلم يكون عندي بنت مثلك يا منظومة. انت يا شاطرة كابوس لي. انا اكتر شي بكرهه بالحياة هو المفاجآت، فما بالك لما بتكوني انت هي هي المفاجأة. عنادة لهديك الشابة اللي هي امك كان سبب هالمفاجأة السخيفة. لك شو عم تخبصي انت؟ كنت بدي اعمل لك اياها مفاجأة بس حضرتك نزعتها. فوندا مين؟ ليش عم تشوفي فوندا؟ فوندا 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 بتكون بنتك. اي مفاجأة؟ انت مين لتعملي لي مفاجأة؟ منين طلعتي لي بشقفة المغنية المجنونة وجاي تخبريني بانها بنتي؟ انا ما عندي بنات. ستيفان اوزوغان ما كانت مرتك؟ هي ما كانت حامل منك؟ ونزلت الولد. مفكر هيك صار؟ لا ما نزلت الولد. لما ترجته للدكتور الرجال شفق عليها وما خبرك. وشلون انت عرفتي بهذا الحكي؟ طلبت من يلدزيب حسب هالشي وهو قال لي. انت بأي حق بتدوري عن ماضيه؟
كيف يلدز بيعرف اللي أنا ما بعرفه؟ إذا عم تعملوا علي مؤامرة بقتلكم بإيدي، فهمتي؟ ماني ستيفان المسكين اللي بعدت على المنفى. اصحى لهالشي يا اسكندر. شو ناوي تعملي بمبرد هالأظافر هذا يا حلوة؟ روح انقلع من بيتي. الظاهر يا شاطرة اني لازم اعلمك كيف تألفي جملة قبل كل شي. انت ما بيطلع لك انك تعلمني اي شي ابدا. اذا الشي اللي حكيته مزبوط يعني رح افرمك فرم وشقفك هلا، بس قبل ما دوقك العذاب يلي عذبته لامي ما رح اسمح لك تموت ولا انا رح موت. هدي هدي هدي، شو تقتليني؟ خلينا هلا نروح. اتركني ولا اتركني. اسمعيني ولا ما في شيء سوى انا، في اسكندر يا حلوه وبس. نعم. وينك كنعان؟ سيدي اعطيت العنوان لشوفيرك وعم نستناك. كنعان، مراد استجوب الاستاذ شي؟ لا يا سيدي، لسه التحقيق ما بلش. قليلا شوف، ليش اختلفتوا انتو اسكندر؟ ليش وصل لي عنوانكم عن طريق العقيد؟ ما كان باقي غير انه يترجاني يقتلكم. ليش بده اياكم تموتوا؟ روح سأل اسكندر. لا تخاف رح اسأله، بس بالاول بدي اسمع منك. هذا اسكندر، ما في حدا غير اسكندر بيعرف شو عم يفكر. يمكن غار من جواد، ظن انه رح نجيبه من محله ونستغني عنه، مشان هيك كان بده يقتلنا. اسكندر بده يغار من واحد مثل جواد؟ الرصاصات. وليش لحتى اخذهم اغا؟ رح ارجعهم وحده وحده لصاحبهم الاساسي. استاذ انا ماني واحد من طلابك.
ابتداء من هاي اللحظة كل كذبة بتكذبها علي عبد الحي رح يتصرف، وساعتها رح تحكي الحقيقة. بدي منك ثلاث شغلات. واحد، ما تعذبني ابدا. اثنين، انك تضمن لي حياتي. وثلاثة، اللي رح احكي لك اياه ما حدا غيرك يعرف. للاسف يا استاذ، شرطك الثالث مستحيل انه يتحقق. بس تنفيذ شروطك ومطالبك بيعتمد على اللي رح تحكيه حضرتك. اسكندر مخطط لاغتيال ثلاث شخصيات بالدولة، بس انا وانت وهو بنعرف انه ما بيقدر يغتالهم سوا. اغتيال اي شخصية من الشخصيات الثلاثة رح يكون له نفس التأثير. قلي لشوف اسكندر، لمين عم يخطط يغتال بالحقيقة؟ رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الأركان؟ عنده خطط لثلاثة. رح حدد سؤالي، أي واحد منهم بيعتبره أكبر تهديد لإله؟ يغتالوا رئيس أركان. شو هي خطة الاغتيال؟ رح يبعث رسالة ويحط لغم مفخخ وينسف السيارة المصفحة تبعه ويقتله بنفس الطريقة اللي عم نفقد فيها ناس بالجنوب الشرقي من بلادنا. رئيس الجمهورية كيف؟ مثل الرئيس أوزان. كيف يعني مثل أوزان؟ خليهم يحطوا متفجرات بكل محل، ما بدي حدا يطلع من هون. من يلي شن الهجوم ونحن بنعمل اللازم. انا لحالي بعمل اللازم. مراد على مدار عمله ما بدل ما تسألني روح اسأله. هلا بدك يعني بعد هالعمر اشتغل مخبر عندك؟ تقلع انا رح اعطيك قدهم بكره يا بطل. يا رجل رح ضل عاطل. هات ورقه وقلم. بس قل له اسقي وراح يشغلك اذا تقلعت.
مرة تانية بنتي. تليفونه مسكر ماما. شو صاير عليه يا ربي؟ لو نتصل بحدا من رفقاته يا رجال يمكن يكون صاير معه شيء. الموضوع ببساطة انه ما وفى بعده وخلص. على القليلة انتو هون بابا، يجي لو متأخر شوي شو عليه؟ طيب ليش كل هالسلاح والعتاد الموجود بالصناديق؟ ها؟ لنا طالع ذخيرة، واللي مخبينه ما بيتقارن مع اللي شفتوهن أبدا. السلاح المخبى عنا بكفي سنين طويلة بحال صار في احتلال أو إذا صار في حرب أهلية. ليش في احتمال يصير حرب أهلية؟ أنت شو عم تحكي؟ إيه دائما في هيك احتمال وارد. بهيك حال المؤسسات بتعمل استراتيجية حسب إمكانياتها، بس هذا ما بيعني إنه رح تصير أبدا. لكان شو عم تعملوا لحتى تصير؟ ها؟ هذا شغل اسكندر مو شغلنا. من مين بتتلقوا أوامركم؟ شو يعني من مين عم نتلقى الأوامر؟ نحن ما منتلقى أوامر، نحن منصدر أوامر. من مين عم تتلقوا الأوامر؟ ما منتلقى أمر من حدا. ليش مين أنتو يا سيد لحتى تفكروا أنه بحق لكم توجهوا التهديدات لأعلى الشخصيات بالدولة؟ نحن أصحاب الدولة الحقيقيين. يعني من حقكم تبيعوا هاي البلد أو حتى تأجروها، هو إذا ما مشي الحال بتقدموها ببلاش، ما هيك؟ نحن منسمي هذا تعاون. أنت زلمة مين ولا؟ أنا برفض الإجابة على هيك سؤال، فهمت؟ فيك ما تضيالي وقتي أكتر؟ تأخرت عن موعدي وهيك رح خليك تندم. مثل ما بدك. بعتولي عبد الحي. أمرك معلم. أنا ما بخدم حدا أبدا. القنابل صارت جاهزة سيدي. أنا عم بخدم بلدي. عبد الحي شوف شغلك. وقت اللي بتأمروا سيادتكم منقدر ننصف البناء سيدي. جاي على بالي أعرف جواب هالسؤال يا كنعان. بسمعوا وبعدين بدفنهم بالتاريخ وللأبد. لآخر مرة عم بسألك، لصالح مين عم تشتغل؟ غلاديو. كيف؟ ما بدي حدا غيركم انتو ثلاثة يعرف انه بولوت هون. واذا احتاج لمداخلة طبية؟ اوسو بتتصرف. واذا صار شيء اكبر مني؟ وقتها عادي ودرسي وللصبح بتتعلمي تداويه. ما حدا غيركم بفوت على هالغرفة حتى البعوض. مماتي بيك من هالناحية اطمن، مشفانا ما في بعوض ولا دبان ولا صراصير ولا اي حشرة، طمن بالك. هي على الأغلب عملية تنصت.
يعني انتو كفريق عم تخدموا الجلاديو؟ شو قصدك بالفريق؟ وين موقع اسكندر من هالشغلة؟ اسكندر استغلوه بالماضي وهلأ عم يستغلوه. هو بيعرف انه عم يستغلوه؟ لا. يعني رجع الكابوس. بيعرف انهم عم يستغلوا. اذا كانوا اللي بيعلمونا حب الوطن طلعوا جلاديو، منين بدي اعرف انا؟ مع مين بتتواصلوا؟ كيف؟ في محل ما حدا بيعرفه، مكتبة عامة. المكتبة بنستخدمها ستارة حتى العناصر يقدروا يدخلوا ويطلعوا براحتهم. وين هي؟ انت كمان جلاديو بعرف. شو عم بتخبرني؟ شو هاد؟ صلحوا الصوت يا كنعان. وين موقع المكتبة؟ لك الله يخرب بيتكم، شو هالتشويش هاد ولا؟ هلا إذا رحنا ما بتحسن تاخد شيء. انت مضطر تستنى لبكره. كنعان لغي نظام التفجير على السريع، نحن رح نراقب لسه وبعدين منرجع كل القنابل على اللي استغلونا يا كنعان. مثل ما بتأمروا سيدي. اذا بتطلع عم تكذب علي او عامل لي كمين، تأكد انه ما رح موت قبلك. اذا انت مو واحد منا، أهمية هالمعلومات ما بتخليك تعيش كتير. لك شو منكن ولا؟ أنا قضيت كل عمري عم واجهكن وخرب أعمالكن ورح انهيكن. قال منهن قال. إذا بدك تدخلك بالتنظيم، إذا بدك تحكم تركيا، ما في حدا غيرنا بيحكمك فيها. هاي بتزبط مع اسكندر بس معي لا. شو رح نعمل هلأ معلم؟ رح نروح بالساعة يلي حددها. شو هالشغلة؟ كيف فتنا بهالنفق؟ لنشوف شو في بآخر النفق. شو رأيك عبد الحي؟ روح على البيت أنا؟ بس بيكونوا نايمين بهالساعة. بيكون أبي فاع الصلاة. أنت شو حتعمل؟ أنا رح ضل هون معلم. إيه؟ بس سلطاني رح تقلعك. مين سلطاني معلم؟ شو يعني مين سلطاني؟ الموضوع خلص من زمان. وليش أنا مالي خبر؟ بعد ما نعرف مركز الجلاديو وين بقلك ليش أنا وسلطاني انفصلنا. شو قصدك؟ يعني إذا في جلاديو لا منحب ولا مننحب؟
الله يخليك لا تزعل، بس تعرف شو صار معي بتعذرني. نازك قومي للروح. ماشي. وصلكم وعالطريق بحكي لكم شو صار معي. بيكون احسن يا ابني. تكاسي كثيره. أنا رايحة أسوي لك فطور. ما كان في حل غير نقفل على الأنسة يا معلم. منيح منيح منيح، هيك أحسن. حاسس راسي راح ينفجر، جيب لي شي مسكن. حاضر. افتحوا الباب، عملتن افتحوا، عمل لك افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا. لحتى تقدري تطلعي من هون بدك تتعلمي من اللي عندي ضجة بالاول. إذا ما بتفتح الباب هلا أنا بدي فرجيك. وما في طلعة من هون. المسكن معلم. بدي ارتاح شي ساعة، ما حدا يزعجني ابدا. البنت المجنونة هي موسيقتك. يا سافل يا حقير. إذا كان بدك تتحملي كل شيء مو أنت بنت الحقير.
إذا مشغول بهالفترة بقدر أبقى عند أهلي. أهلك لا. طيب بقعد عند ماما نازك. أنا مو قصدي صعب عليك مراد، بس عن جد عم خاف ضل وحدي. بس في حراس حوالين البيت بالكامل. أنت اللي قلتها حواليه، بس جوات البيت لا. لما تجوزتيني كنت بتعرفي هيك وضعي. وضعه خطير، بدنا نستنى 24 ساعة. نستنى شو في عنا؟ مين عمل هيك ميماتي؟ هيك زلمة ما حدا غريب بيقدر يقرب منه ويقوصه من هالمسافة. معلم عبدو على التليفون. أنا جاي يا عبد، شو صار؟ ما صار شي، بس نحن طالعين بعد شوي. بأسوأ الحالات بلحقكم يا عبد. ماشي يا أخي ماشي. جيب الأستاذ وخلينا نمشي. ماشي معلم يلا. معناتها هلا منشوف بعد 30 سنة إذا رح يبقى في قاعدة لهدول الجماعة ولا لا. بيعرفوا المكتبة؟ ما بعرف عددهم، عدد قليل كتير. بينشروا فيها شي كتب ولا بس كستارة؟ بالسنة بيطالعوا كتابين ثلاثة عليهم الإيميل.